الاحتلال ما زال يبقي على فتح معبر كرم أو سالم بشكل جزئي. الاحتلال ما زال يمنع إدخال مواد البناء، وكذلك يمنع إدخال المواد الخام الخاصة بالمصانع. استمرار هذه الحالة يؤدي إلى شلل كامل للحالة الاقتصادية على المستوى الزراعي والاقتصادي والتجاري والصناعي. هناك يعني نقص لجميع هذه المنتجات الصناعية التي كانت تدخل من خلال معبر كرم أو سالم قبل العدوان الأخير على قطاع غزة. هناك شح في هذه المنتجات البلاستيكية والخشبية والمعدنية وأيضا الورقية والأقمشة، وهذا يعود بالسلب على المستهلك بالدرجة الأولى. لا شك أن القطاع التجاري يتكبد في صباح كل يوم هذه خسائر بملايين الدولارات نتيجة استمرار الاحتلال في فرض رسوم ورسوم أرضيات على البضائع الموجودة في معبر العوجة وكذلك ميناء أشدود. إذا استمر هذا الحال فهناك تضخم للبطالة الذي نعاني منذ بدء الحصار منها على قطاع غزة، أي استهداف المصانع والمنشآت التجارية في العدوان الأخير على قطاع غزة وخاصة المنطقة الصناعية المحمية دولية. كنا نعاني من البطالة منذ بدء الحصار، ولكن الآن بالزيادة بسبب هذه الظروف ومنع الاحتلال من إدخال المواد الخام للمصانع والمنشآت التجارية. هناك مناشدات لمؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لعودة المعبر يعمل كما كان قبل العدوان الأخير على قطاع غزة. يعني المعبر الوحيد لقطاع غزة هو المعبر الإسرائيلي أبو سالم، اليوم متسكر من يوم الحرب قبل العيد. بضائعنا كلها مكدسة، فلوسنا كلها محجوزة، بندفع أرضيات للموانئ الإسرائيلية، التجار قاعدين بيشكوا فيش بضائع، في غلاء حتى في أسعار البناء، في مفقودات كثيرة من المواد الغذائية. اليوم الطريق اللي مفتوحة مصر وهي بضاعة محدودة جدا والتكلفة عالية، يعني جميع مواد إعادة الإعمار مفقودة، وإذا كانت موجودة فهي بضعف ثمنها، أخشاب، حديد، أسمنت، كل حاجة مستوردة هي اليوم مفقودة. حتى عن نطاق الملابس اليوم ما فيش عندنا بضائع.